احنا اللعبه بتاعتنا في البلياردو الفرنسي هي الثلاث اضلاع. الثلاث اضلاع هو عباره عن ترابيزه مقفوله ما فيهاش بوكت، ثلاث بليات، بليه بيضاء وصفراء وحمراء. انا والمنافس، انا مثلا بليه البيضاء وهو البليه الصفراء. البليه الحمراء احنا بنلعب عليها، ما بنلعبش بيها. المفروض ان انا بليتي تلمس اي بليه من الاثنين او ما تلمس، بس في الاخر تصيب البليتين التانيين. يعني اخد ثلاث اضلاع او اكتر واصيب البليتين التانيين، او المس بليه في الاول وثلاث اضلاع او اكتر واصيب البليه الاخيره. كده بتحسب اللي هو البونت. والماتش 40 بونت. في نص الماتش اول ما حد فينا بيخش على ال 20 او بيجيب ال 20 بونت بياخد بريك 5 دقائق كراحه، وبعد كده بنكمل الماتش والماتش بيخلص 40 بونت. وليك عدد ثواني بتفكر في كل بونت في خلال 40 ثانية وتلعب في 40 ثانية. هل التفكير ده بيبقى بناء على حسابات ومقاسات معينة؟ احنا عندنا كتب كتير وحسابات كتير وارقام كتير لازم نكون درسينها وحافظينها، علشان دي بتبقى في خيالك وانت بتلعب الماتش. اما بيجي لك اي بونت صعب لازم تحسبه، عشان ما ينفعش ان انت تضرب اي حاجه وبس. ان احنا عندنا بنسمع دايما ان الفرق بين اللعيب المحترف واللعيب الهاوي هي الحسابات دي. في لعيبه بتلعب بدون حسابات، اللي هو يعني شبه حفظ يعني. تمام. ايه الافضل؟ الافضل ان انت تكون بتلعب باحساسك، والحسابات لازم تكون جواك. يعني انت خلاص حفظتها لدرجه ان انت جواك، يعني انت بتشوف البونت فانت عارف حسبته. ممكن البونت ليه حسبه واحده لازم حضرتك تعملها، ولا ممكن البونت يجي بكذا طريقه؟ لا، البونت لازم بيجي بكذا طريقه، بتختلف. الملي عندنا بيفرق في البونت. احنا ممكن زي ماتش امبارح، انا في العلامات اللي على البند دي اسمها موشات. الموش ده ليه رقم، يعني ليه ارقام، وبيختلف من اليمين للشمال سواء انت تحت او فوق. كل ده الارقام بتتغير، وبيتقسم لعدد كتير من النقط الموش الواحد. فلازم تكون دارس وحافظ حسابات وموجودة في خيالك وفي ذهنك، ومع احساسك انت بتاكد بالحساب. يعني انا حاسس ان البونت ده محتاج المس مثلا الموش رقم 3، بس بالحساب بياكد لي ان انا صح لو انا عندي ارتباك او متوتر في الماتش، طبعا الماتش صعب. هل